قال عبد اللطيف العلوي العضو في مكتب مجلس النواب في تونس إن الأول من سبتمبر المقبل سيكون موعد التصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. وكان المشيشي قد أعلن ليلة أمس تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تهتم بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ولأول مرة في تاريخ البلاد يتم تعيين وزير كفيف في الحكومة حيث كان من نصيب وزارة الثقافة. يوم استثنائي في حياة كفيف تونسي، ببصيرته لا ببصره يتلمس وليد الزيدي خطاه نحو منصب وزاري للمرة الأولى في تاريخ البلاد. بعد أعلانه وزيرا للثقافة، عبر وليد الزيدي عن أمله في الاسترشاد بتجربة طه حسين في مصر. وطنت نفسي على أن أكون جنديا من جنود هذا الوطن، من أي موقع يمكن أن ننفع فيه البلد وأن نخدم فيه تونس، فنحن مستعدون، لا نأبى، لا نرتد، لا نتردد أيضا. وليد واحد من بين 28 وزيرا في الحكومة المرتقبة، بينهم 8 نساء ووزراء سابقون، لكن أغلبهم موظفون في الدولة. حكومة ترفع شعار الاستقلالية وتضم أصغر فريق وزاري منذ الثورة. أجدد تعهدي الشخصي بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي. لم تكن حكومة المشيشي منذ البدء محل إجماع سياسي، ولا تزال. هاجس إعادة الانتخابات قد يحدد مصير الحكومة أكثر من تركيبتها وهويتها. هي قد تكون مرة أخرى حكومة الضرورة وحكومة انتقالية جديدة. من خلال القراءة السريعة للسيرة الذاتية لأغلب الوزراء اللي ما كانوش معروفين، يبدو أنهم كانوا أساسا موظفين أو جامعيين من الصف الثاني أو حتى الثالث. لا يبدو أن الطريق سيكون معبدا تماما أمام الحكومة المرتقبة. مع كثرة المتحفظين وقلة الداعمين تزداد التحديات، لا سيما على وقع صراعات تشق صفوف الأحزاب. أن تفقد بصرك فلا يعني فقدانك المشاركة في الحكم، وحين تكون مستقلا فذلك يرفع من حظوظ تعيينك وزيرا. تغيرت ملامح الحكم إذن. قيل عن الحكومة أنها أقصت الأحزاب وقفزت عن نتائج الانتخابات، لكنها تشكلت في انتظار كلمة الفصل للبرلمان. أسامة الدعاسي، العربي، تونس. تنضم إلينا من تونس فاطمة كمون الناشطة في المجتمع المدني. أهلا بك سيدة كمون. يعني ربما الأحزاب لا ترضيها حكومة كفاءات من هذا النوع بالنظر إلى المواقف التي سمعناها في الأيام الماضية، ولكن هل ترضي المجتمع المدني في تونس؟ السلام عليكم. حقيقة هذه الحكومة كانت مفاجأة للجميع، يعني بين المجتمع المدني وبين الأحزاب. هذه حكومة الربع ساعة الأخير، نستطيع أن نسميها كذلك. حكومة أقصت مثلا في عبر المجتمع المدني، أقصت وزير حقوق الإنسان الذي اهتم بالعدالة الانتقالية التي هي كانت مطمح كل أغلب المتضررين وأغلب النشطاء في المجتمع المدني. حكومة استغلت يعني كفيف بصر للمزايدة السياسية. كيف الحكومة ستعمل؟ هل سيصبح عندنا مثلا وثائق تعتمد برايل للتواصل بين التقارير الوزارية حتى يقرأ الوزير الذي تم اعتماده القرارات أو المشاريع القوانين؟ أو يعني هذه المزايدة لا يمكن أن تحدث من دون شعبوية، يعني هذه الشعبوية التي نحن لسنا في حاجة إليها في مرحلة اقتصادية ومرحلة سياسية ومرحلة اجتماعية. وعليها سيدة فاطمة، هذه حكومة الدولة العميقة إن صح التعبير. طيب، هل بهذا المعنى يعني يمكن أن يكون بعد فقدان الثقة كما بدأ في نتائج الانتخابات الماضية بين شرائح كبيرة من المجتمع بالأحزاب، هل تعتقدين هذه المرة سيكون هناك دعم أو توافق بين المجتمع المدني وبين الأحزاب على عدم منح الثقة لهذه الحكومة رغم كل الإشكالات في حال فعلا لم تمنح الثقة لهذه الحكومة؟
لا تصور أن هذه الحكومة سياسيا يعني ستمنح لها ثقة باعتبار أن مثلا التيار الديمقراطي أعلن رسميا على عدم منحه الثقة لهذه الحكومة. اليوم المغزاوي تراجع عن قراره الأسبق بالرغم أنه قريب جدا الاتحاد الذي تم مشاورته ومباركته لهذه الحكومة أنه ربما لا يصوت لهذه الحكومة. الائتلاف أعلن على عدم التصويت. ننتظر قرار حزب النهضة يوم السبت والأحد حتى يقرر عدم منح الثقة من عدمه. فقط التيار الدستوري الدعم التيار الحر الدستوري وتحية تونس باعتبار لهم وزراء داخل هذه الحكومة، باعتبار أن هذه الحكومة رسكلت القديم، رسكلت وزراء كانوا موجودين في التجمع. عن أي استقلال نتحدث؟ يعني مستقلة ممن وعمن؟ هذا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه. طب هل المخاطر أن مثلا في تونس سيدة فاطمة، هل مخاطر منح ثقة لهذه الحكومة بالتشكيلة الحالية يعني أكبر من عدم منح الثقة لها وبالتالي الخوض في يعني مشكلات تشكيل حكومة جديدة أو حتى الذهاب إلى انتخابات؟ بالعكس، أتصور أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة سيخدم مرحلة أفضل. هناك مخارج دستورية، يعني لا يمكن أن نقرأ النص الدستوري قراءة سطحية، لابد أن نذهب إلى روح الدستور. يمكن أن تعاد منح الثقة لحكومة تسيير الأعمال بطلب منه لمنح الثقة. يمكن أن يبقى حكومة الفخفاخ ونجد مخرج دستوري لذلك أن يبقى في الحكومة مع التوسيع التي طلبتها الائتلاف وحركة النهضة لمشاركة قلب تونس في هذه الحكومة وعودة الوزراء وزراء حركة النهضة. يمكن أن تكون وساطة باعتبار أن المرحلة حرجة جدا اقتصاديا وحتى ماديا، لا يمكن أن نخوض غمار تجربة انتخابية أخرى لم يعني بالصعوبات المادية. كذلك لا ننسى أن البنوك الدولية اشترطت على الحكومة التونسية الاستقرار الحكومي حتى يتم منح القروض، ونحن في أزمة خانقة نتيجة الكورونا ونتيجة غلاء المعيشة ونتيجة البطالة الذي أنتجتها فترة الحجر الصحي وانقطاع العديد عن مواطن شغلهم. شكرا لك من تونس السيدة فاطمة كمونة، ناشطة في المجتمع المدني.